بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي. موعدنا مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، موعدنا مع الهندسة، مع درس جميل اسمه الزاوية بين مستقيمين. إزاي النهاردة نجيب الزاوية بين مستقيمين؟ درس النهاردة هناخد قانون مهم جدا، بس عايزك الأول كده تطلع معايا من حلقتنا وأنت عارف قانون الزاوية بين مستقيمين، عارف تعرف تجيب نوع المثلث بالنسبة لزواياه بقانون النهاردة، تتعلم طرق الحل المختلفة. فقال لي القانون بيقول لي إيه؟ لإيجاد الزاوية بين مستقيمين، عايزك بس تركز معايا قوي في القانون اللي جاي دوت، تمام؟ قال لي أول حاجة، القانون بتاعي بيقول قياس الزاوية بين مستقيمين بيساوي إيه؟ قال لي يا مستر القانون بيقول ظا سيتا أو ظا هي بتساوي القيمة المطلقة ل ميل الأول ناقص ميل الثاني على واحد زائد ضرب الميلين في بعض. القانون ده بيجيب إيه؟ قال لي بيجيب الزاوية الحادة بين مستقيمين. الزاوية الحادة بين المستقيمين، تمام؟ لو عايز يا مستر أجيب الزاوية المنفرجة، قال لي الزاوية المنفرجة هنطرح من 180 لما نجيب الحد، يبقى القيمة المطلقة عشان دايماً يطلع مور. وقال لي ملاحظة مهمة قوي، المثال اللي جاي ده يقول لي قياس الزاوية بين المستقيمين 2 س يساوي 3 وص بتساوي 4 يساوي نقط. هقول له حاضر، 290 و45 و60 و30 الزاوية بينهم بتساوي ايه؟ قال لي يا مستر هنتفق مع بعض لما اقول لك س بتساوي كذا، ده كده تمثل بخط مستقيم يوازي العكس، يوازي محور الصادات. فلما اقول س بتساوي 3 على 2 يبقى يوازي ص، ولما اقول ص بتساوي 4 ده خط مستقيم يوازي محور السينات، وانا عندي المحاور متعامده، اللي بيوازي س واللي بيوازي ص بيكونوا متعامدين، يبقى الزاوية اللي بينهم 90، دي كده حالة خاصة، تمام. يجي يقول لي كده تمرين تاني، إذا كان المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، حيث أ ب2 و3 والب ب5 و7 والج ب1 وص. أوجد قيمة ص ثم أوجد قياس كل من الزاويتين الأخرتين. أقول له حاضر. أنت بتقول لي المثلث ده إيه؟ ده مثلث قائم الزاوية في ب، تمام؟ قال لي تمام. أنت بتتكلم في مثلث قائم؟ أه، معنى كده إن الميل في الميل بسالب واحد. قال لي تمام، شرط التعامد خدناه قبل كده. يبقى أنا هجيب ميل أ ب وأجيب ميل ب ج وأقول ضربهم بسالب واحد، أو أي ميل بيساوي مقلوب التاني بعكس الإشارة. يبقى أنا عندي هنا أهو ميل أ ب، هقول له فرق الصادات على فرق السينات، هنطرحها أنا معاك أهو واحدة واحدة، أوضح لك المؤشر مع بعض. هطرح ص من ص، هقول 7 ناقص 3 أدي فرق الصادات على 5 ناقص 2 أدي فرق السين، هيطلع 4 3. يبقى لازم ميل ب ج يكون بسالب 3 على 4 مقلوبة بعكس الإشارة. طب مستر ميل ب ج أنا هقول له كده فرق الصادات برضو على فرق السينات، هيبقى ص ناقص 7 على 1 ناقص 5، ده هيساوي كام بره؟ المفروض يساوي سالب 3 على 4. يبقى ص ناقص 1 على سالب 4 بتساوي سالب 3 على 4. المقام زي المقام، يبقى البسط يساوي البسط بدل ما اضرب مقص وهكذا. فاقول يبقى ص ناقص 7 بتساوي 3، هنودي الاشاره مخالفه يطلع الصاد بكام؟ ب 10. جبنا الصاد. تاني حاجه بيقول لي ثم اوجد قياس كل من الزاويتين الاخرتين. عايز بقى درسنا النهارده الزاويه بين المستقيمين. انا عندي ب قايمه، فاضل اجيب مين؟ الف او اجيب ج. عشان نجيب زاويه الف يبقى لازم اجيب الميل بتاع كل مستقيم بتاع من الف. الف محصوره بين الف ب والف ج. انا عندي ميل الف ب جبته ب 4 على 3، هجيب ميل الف ج، اخد الف مع ج، واحنا جبنا الصاد ب 10، هقول يبقى 10 ناقص 3 على 1 ناقص 2، او ممكن نقول 3 ناقص 10 على 2 ناقص 1، ما تفرقش، ابدا من اي مكان، هيطلع سالب 7. طب القانون بيقول لي ايه يا مستر؟ قلنا ظ زاوية ج أ ب بتساوي ميل الأول ناقص ميل الثاني على واحد زائد ضربهم في بعض. طب ميل الأول يا مستر بكام؟ قال لي ب 4 ب 3 اللي هو ميل أ ب، ناقص ميل الثاني بسالب 7، فناقص مع سالب يدينا موجب، فموجب 7 على واحد زائد ضربهم في بعض، لما أضرب 4 ب 3 في سالب 7 هيديني سالب 28 على 3. امسك الآلة، ده هيطلع بواحد. ظ طلعت بواحد، يبقى الزاويه ب 45، هقول له شيفت تاني الواحد يدينا 45. يبقى انا عندي ب قايمه والالف ب 45، يبقى الجيم برضو بكام؟ قال لي ب 45.
تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل مديني كده مسألة جميلة، راسم لي رسمة. احنا اتفقنا ان الزاوية بين المستقيمين مثلا دي هنقول ان ظا زاويتين بتساوي القيمة المطلقة لميل الأول ناقص ميل الثاني على واحد زائد ضرب الميلين في بعض. أو تاني هكتب لك كده القانون بتاعنا تاني عشان تبص عليه معايا، ركز معايا. قلنا إن ظا الزاوية بين المستقيمين عندي، أدي ظا، وهقول له ظا زاوية هي يا مستر، أهي زاوية مثلا هي بتساوي إيه؟ أنت قلت يا مستر بتساوي ميل الأول ناقص كده، طبعا أول حاجة أعمل القيمة المطلقة، أدي القيمة المطلقة، وأكتب كده عندي ميل الأول أدي ميم واحد ناقص ميل الثاني ده القانون بتاعنا على واحد زائد ضرب الميلين في بعض، ميل الأول في ميل الثاني ده القانون اللي همشي عليه حلقة النهاردة كلها، ميل الأول في ميل الثاني، وآدي القيمة الإيه؟ المطلقة بتاعتي، ده القانون اللي همشي عليه الحلقة كلها. خلي بالك أنا هنا عملت قيمة مطلقة علشان أقول إن دي زاوية حادة، أنا بجيب زاوية حادة، أنت بقى عايز زاوية منفرجة، عايز أي حاجة تانية بعد كده نجيبها من الحد. ده القانون بتاعك. أنت بتقول لي في الشكل المقابل مديني معادلة المستقيم ده إن ص بتساوي ك، ومعادلة المستقيم ده إن ص بتساوي 3 س. بتقول لي كام بتساوي كام حيث ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. خلاص يبقى طالما الزاويه دي بتساوي الزاويه دي انا هجيب قانون الزاويه دي، هقول ظا اهي بتاعه المستقيمين دول بتساوي ايه؟ ميل الاول ناقص ميل الثاني. قال لي يا مستر ميل الاول لما يكون مديك صد لوحدها في طرف يبقى الميل هو معامل السين بكاف. اهو هقول لك كده اهو، ميل الاول بكاف. مستر ميل الاول هيساوي كاف وميل الثاني هيساوي 3، فأقول له كده يبقى ك ناقص 3 على 1 زائد ضربهم في بعض اللي هو يبقى 3 ك. ده بيساوي ايه؟ قال لي يا مستر بيساوي برضو الزاويه دي، صح. طب ما هي الزاويه دي يا مستر دي محصوره بين المستقيم ومحور السينات، يعني اذا ظ الزاويه دي بيساوي الميل بتاع المستقيم ده، يبقى ظ اهي دي بتساوي ظ الزاويه دي. خلاص هقول يا مستر يبقى ظ دي بتساوي الميل هيطلع ب3، يبقى انا هساوي كل ده بكام؟ ب3. يبقى اصبح عندي اهو القانون بتاعي، قلنا ك ناقص 3 على 1 زائد 3 ك بتساوي كام؟ 3. وابدا اكمل، يلا مع بعض نكمل الحل اهو يا مستر. مديني اختيارات، هقول له كده ك ناقص 3 على 1 زائد 3 ك بتساوي 3 اللي هو ميل المستقيم التاني. مستر القيمه المطلقه بتساوي 3، يبقى اللي جوه القيمة المطلقة ياخد موجب أو سالب 3، يبقى ك ناقص 3 على 1 زائد 3 ك بتساوي موجب أو سالب 3. هنقسم الصفحة نصين، مرة نساوي ده ب3 ومرة نساويه بسالب 3. لما الكسر ده هيساوي 3 هيبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى أصبح 3 زائد 9 ك بتساوي ك ناقص 3. يبقى ك ناقص 3 بتساوي 3 زائد 9 ك. هات الكاف مع الكاف بإشارة مخالفة أو معكوسها الجمع، هيبقى عندي كده هقول له إن سالب 8 كاف بيساوي 6. لما نقسم على السالب 8 تطلع الكاف بسالب 3 على 4، أدي أول كاف وده الحل موجود. طب الحل التاني، قال لي يا مستر نقول إن كاف ناقص 3 على 1 زائد 3 كاف هتساوي سالب 3، يبقى كاف ناقص 3 بتساوي سالب 3 ناقص 9 كاف. هات الكاف مع الكاف بإشارة مخالفة، أصبح عندي 10 كاف بيساوي 0. لما أجي أقسم على 10 تطلع الكاف بصفر، وده مرفوض يا مستر. ليه مرفوض؟ لأن المستقيم هنا لما يكون كاف عندي بصفر معنى كده إن ص بتساوي صفر. ص بتساوي صفر يمثل بمحور السينات، لكن ده مش محور سينات يا مستر، إذا ده مرفوض. يبقى الكاف اللي تنفع عندي مين؟ إن الكاف بسالب 3 على 4، أختار سالب 3 على الـ4. يا رب نكون فهمنا الفكرة كويس. ناخد تمرين تاني مع بعض. بيقول لي اوجد الزاوية بين المستقيمين دول، مديني صورة كارتيزية وصورة متجهة اللي احنا خدناها قبل كده. اوعى تنسى.
يبقى هنا الراجل مديني الصورة الكارتيزية خلاص جاهزة، وهنا مديني الصورة المتجهة وعايز الزاوية بين المستقيمين. هقول له حاضر. أولاً أوعى تنسى القانون بتاعنا، دايماً تحط القانون بتاع النهاردة ما عنديش غيره قصاد عينك كده. هقول له إيه يا مستر؟ أهو النظام. هكتبه معاك تاني أهو ظا. ده القانون اللي همشي عليه النهاردة الحلقة كلها. ظا يا مستر، الزاوية بين المستقيمين هسميها إيه؟ أو سيتا، أي رمز ما تفرقش. بتساوي إيه؟ قال لي يا مستر بتساوي زي ما أنت قلت دلوقتي، يبقى هتساوي القيمة المطلقة لي، نعمل الكسر بتاعنا، هقول له كده يا مستر ميل الاول، ادي ميل الاولاني ناقص ميل التاني، ادي ميل التاني على، المفروض يا مستر اقول له كده واحد زائد ضرب الميلين في بعض، يبقى ميل الاول في ميل التاني. واقفل القيمة المطلقة. ده القانون بتاع الحلقة كلها، اوعى تنساه. ماشي يا مستر، كتبنا القانون بتاعنا. أنت عايز إيه دلوقتي؟ يلا كده معايا واحدة واحدة. أنا عايز الزوايا المستقيمين دول، نجيب الأول ميل الأول. قال لي يا مستر ميل الأول بيساوي، دي معادلة إحداثية، هقول له كده سالب معامل س على معامل ص. يبقى سالب 3 على سالب 4، شيل السالب مع السالب يطلع 3 على 4، ادي ميل الاول. طب ميل الثاني، انت مديني الصوره متجه، دي نقطه، واللي بعد كاف هو ده متجه الاتجاه اللي هجيب منه الميل. ده متجه الاتجاه ايه مثلا؟ الياء ب 2 و5، يبقى الميل بيساوي ص على س، يبقى 5 على الاثنين، يبقى ميل الثاني ب 5 على الاثنين. اصبح ميل الاول 3 على 4 وميل الثاني 5 على الاثنين. ابدا عوض، هقول له ظاهر بتساوي ميل الأول يبقى 3 على 4 ناقص ميل الثاني 5 على 2 على 1 زائد ضربهم في بعض 3 على 4 في 5 على الاثنين. أمسك الآلة هجيب الناتج ثم أقول له إيه؟ شيفت مين؟ شيفت تاني الناتج، يطلع معايا الزاوية. طبعا دوس على كوما عشان تخليها درجات ودقايق وثواني. الحل تاني بالراحة أهو يا مستر، أهو يا سيدي. ميل الأول سالب معامل س على معامل ص، سالب 3 على سالب 4 يدينا 3 على 4. ميل الثاني انت مديني متجه الاتجاه ي بتاعي 2 و5، يبقى الميل هيساوي 5 على الاثنين. ادي الميلين. قول القانون معايا زي ما قلنا النهارده اهو، القانون بتاع النهارده ما فيش غيره، ان ظا ه بتساوي القيمه المطلقه لميل الاول ناقص ميل الثاني على 1 زائد ميل الاول في ميل الثاني. اوعى تنسى القانون ده. قال لي ماشي يا مستر، ادي القانون بتاعنا. عوض معايا، ميل الاول بكام؟ قال لي ميل الاول 3 على 4 ناقص ميل الثاني بكام؟ قال لي 5 على 2 على 1 زائد ضربهم في بعض 3 على 4 في 5 على الاثنين. امسك الآلة، ده كله هيطلع معايا بكام؟ قال لي يطلع ب 14 على 23. امسك آلتك هتقول شيفت تان 14 على 23 يساوي كوما، لازم كوما، هيديني يا مستر 31 درجة و19 دقيقة و43 ثانية. أنا عايزك تمسك آلتك معايا وتجرب كده، شوف الكلام ده صح ولا لأ، هتعرف تعملها ولا تقف معاك. يبقى شيفت تان 14 على 23 يساوي كوما، هيظهر لك 31 درجة 19 دقيقة و43 ثانية. يا رب تكون فهمت. اوعى تنسى قانون النهاردة مفيش غيره. ظاهر ميل الأول ناقص ميل الثاني على 1 زائد ضرب الميلين في بعض، واخد قيمة مطلقة ليه؟ عشان أجيب الزاوية الحادة، يعني دايماً الناتج موجب، فالظا موجبة في الربع الأول والثالث، أنا عايز أجيب الحد، يبقى دايماً هقول له الزاوية الحادة عشان كده عملنا قيمة مطلقة، ما تنساش بقى. طيب اي زاويه يا مستر بين مستقيمين؟ برضه اقول الحته دي مهمه قوي. اي مستقيمين في الدنيا الزاويه اللي بينهم يا اما حاده يا اما منفرجه يا اما قائمه، صح؟ قال لي صح. لما اجيب الحاده يبقى الزاويه اللي جنبها هتكون قائمه، هيكون ايه؟ منفرجه. اهي يا مستر بص كده معايا، يعني مثلا اهو انا لو عندي مستقيمين كده هم، ادي مستقيم وادي كمان مستقيم، دول مستقيمين اهو.
قال لي يا مستر الزاويه اللي بينهم دي ايه؟ قال لي دي زاويه حاده، يبقى دي كده زاويه حاده، يبقى اللي جنبها اجباري ايه؟ منفرجه يا مستر، يبقى دي منفرجه. يبقى لو جبت الحاده مثلا ب 50 عايز اجيب المنفرجه يبقى هطرح من 180، تمام؟ يا اما المستقيمين يكونوا متعامدين فيعملوا بينهم زاويه ايه؟ قايمه، يبقى زاويه هنا 90 من اي اتجاه. اذا الزاويه بالمستقيمين يا اما حاده يا اما منفرجه يا اما قائمه، القانون ده بيجيب الزاويه الحاده اللي هي دي، عايز اجيب المنفرجه هطرح من 180. طب ومستر امتى تكون قائمه؟ وانت بتجيب الظا لو طلع ظاهر غير معرف مش معروف، معناها ان الزاويه 90. اذا لما يطلع لك في الاله ماث ايرور اعرف ان الزاويه هنا 90 لان الظا غير معرفه عند 90. ماشي يا مستر؟ يا رب نكون فهمنا الحته دي كويس قوي. نكمل مع بعض تمرين. اوجد قياس الزاويه الحاده بين كل زوج من ازواج المستقيمات الاتيه. مديني مستقيمين، ادي لام واحد وادي لام اتنين. هنا لام واحد مديني الصوره متجهه، الدرس اللي فات اوعى تنسى الصور المختلفه لمعادله الخط المستقيم. يبقى اذا لام واحد مديني صوره متجهه، لام اتنين اه يا مستر ده مديني الصوره البارامتريه او المعادلتين الوسيطيتين اهم. اقول له حاضر، من الصوره المتجهه انا هجيب مين الاول؟ قلنا اللي بعد الكاف هو ده اليه بتاعتك، اليه بواحد وسالب اتنين، هقول له يبقى الميل بيساوي صاد على سين، يبقى سالب اتنين على الواحد يعني سالب اتنين. طب ميل التاني؟ قال لي يا مستر ميل التاني خلي بالك بقى نفس الصورة دي، قال لي معامل الكاف ومعامل الكاف هما دول اليه بتاعتك صح؟ معامل الكاف هنا اتنين في السين وهنا تلاتة في الصاد، فيبقى اليه بتاعتك باتنين وتلاتة، دي اليه، ما انا لما اضرب الكاف هنا وهنا يبقى هي دي اليه بتاعتك، اذا الكاف مضروبه في اليه. خلاص يا مستر، يبقى اقول له كده اليه ب2 و3، يبقى الميل 3 على الاثنين. الميل بكام؟ الميل ب3 على الاثنين. تمام؟ كده يا مستر عرفت الميل بتاع الاول والميل الثاني، ابدا احط القانون بتاعي. يلا قول معايا عشان ايه؟ تركز معايا بقى، هنقول له ايه؟ ظاهر، ايوه القيمه المطلقه، ميل الاول ناقص ميل الثاني على واحد زائد ضرب الميلين في بعض يا مستر. طب يلا بينا مع بعض، انا علمتك تجيب الميل ازاي بقى، خلاص بقت سهله. يلا يا مستر هقول له ميل الاول بسالب 2، قلناها سالب 2 على الواحد فيها سالب 2، ميل الثاني ب3 على الاثنين، وانا فهمتك جت منين. القانون اهم من حل المساله. يلا ظاهر بتساوي ايه؟ القيمه المطلقه ميل الاول ناقص ميل الثاني على واحد زائد ضرب الميلين في بعض. ميل الاول بسالب 2 ناقص ميل الثاني 3 على 2 على واحد زائد ضربهم في بعض. قال لي يا مستر هنا سالب 2 هضربها في 3 على الاثنين. امسك الاله، كل ده هيطلع لك في الاله بكام؟ ب7 على 4. يبقى ظاهر طلعت ب7 على ال 4. هتمسك الاله تعمل ايه؟ قال لي يا مستر يا مستر انا كده فهمت عامل ايه دلوقتي؟ همسك الاله واقول شيفت تان 7 على 4، سهله بقى خلاص. مستر شيفت تان 7 على 4 يساوي كوما، هيطلع لي درجات ودقائق وثواني، يبقى زاويه ايه بتساوي 60 درجه و15 دقيقه و18 ثانيه. يا رب نكون فهمنا ازاي نجيب الزاويه بين المستقيم. التمرين بيقول لي أ ب ج مثلث فيه أ بصفر واتنين ب تلاتة وواحد ج بسالب اتنين وسالب واحد، أوجد قياس زاوية أ. هات لي قياس زاوية أ الحل. هقول له حاضر، أول حاجة إحنا هنجيب ميل أ ب، مش أنت عايز زاوية أ؟ يبقى أنا هجيب ميل أ ب وهجيب ميل أ ج، ما أنا عايز زاوية أ، يبقى أ محصورة بين أ ب وألف ج. هجيب ميل ألف ب هقول له فرق الصادات على فرق السينات، يبقى واحد ناقص اتنين على تلاتة ناقص صفر يطلع سالب تلت. وهجيب ميل الألف ج، قال يا مستر ميل ألف ج برضه فرق الصادات على فرق السينات، هيبقى سالب واحد ناقص اتنين على سالب اتنين ناقص صفر، أو ممكن نقول اتنين ناقص ناقص يبقى زائد واحد على صفر ناقص ناقص اتنين يبقى زائد اتنين، فيطلع معايا تلاتة على اتنين.
ادي ميل الاول وادي ميل التاني. هقول له خلاص جبنا الميلين يا مستر، نعمل ايه؟ قال لي نقول ظا ألف تساوي القيمة المطلقة لميل الأول يبقى سالب تلت ناقص ميل التاني 3 على 2 على 1 زائد ضربهم في بعض. لما أضرب سالب تلت في 3 على 2 هيطلع لي سالب نص، أقول له يبقى 1 زائد السالب نص يعني ناقص نص. ده هيساوي معايا كام؟ 11 على 3. طبعا في السؤال ده معلش أنا عايزك تركز معايا في الحتة اللي جاية دي، وكمان شوية هديك كده القانون بتاعها تاني. التعرف على نوع المثلث، هو المثلث ده يا مستر نوعه ايه؟ هل هو منفرد ولا حاد ولا قائم؟ لازم اعرف، لازم. كنا بناخدها قبل كده في السنوات السابقه، كنا بنجيب الف ب ونربعه، ب ج ونربعه، والف ج ونربعه عن طريق قانون البعد. كنت بقول كده البعد بين نقطتين. لما هنجيب الف ب ثم نجيب الف ب تربيع ونجيب ب ج ونربعه ب ج تربيع ونجيب الف ج ونربعه يبقى الف ج تربيع. لو طلع مربع الكبير بيساوي مربع مجموع مربع الصغيرين يبقى المثلث قائم. لو مربع الكبير اكبر من مجموع مربع الصغيرين يبقى ده منفرد. لو مربع الكبير اصغر من مجموع مربع الصغيرين يبقى ده ايه؟ حاد. تمام. انا جبت ظا ألف 11 على 3، همسك الاله اقول شيفت تان 11 على 3 هيديني 74 درجه و44 دقيقه و42 ثانيه. تمرين تاني وفكرة تانية مع بعض، يلا بيقول لي ايه؟ ألف ب ج مثلث فيه ألف بصفر وخمسة والب باتنين وسالب واحد والجيم بستة وتلاتة. اثبت إن المثلث متساوي الساقين، قانون البعد قلنا عليه من شوية. اثبت المثلث متساوي الساقين ثم أوجد قياس زاوية ألف ثم أوجد مساحته لأقرب رقمين عشرين. كده كده عشان أجيب مساحة المثلث محتاج ضلعين وزاوية محصورة. فأنا هجيب الأضلاع كلها. هجيب بقى الزاويه المحصوره كده، اوجد قياس الف، الراجل بس مهيئ لك الدنيا. لكن في الامتحان يقول لك فان مساحته بتساوي ايه؟ عشان اجيب مساحته نص حاطط ضرب ضلعين في جهه الزاويه المحصوره، محتاج اعرف الزاويه اللي بينهم. قانون النهارده هنجيب الزاويه بين مستقيمين. زاويه الف محصوره بين الف ب والف ج، فلازم اجيب ميل الف ب واجيب ميل الف ج. الاول نعرف نوع الايه؟ نعرف ان المثلث ده متساوي الساقين ازاي؟ نجيب البعد بين الف وب. هقول له كده الف ب بتساوي جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. بقول له 0 ناقص 2 تربيع زائد 5 ناقص 1 يبقى ناقص ناقص يبقى زائد 1 تربيع. ده هيطلع ب2 جذر 10 1. هنجيب برضو البعد من ب و ج، هقول له جذر طبعا ادي ب وادي ج، فرق السينات اقول له 2 ناقص 6 تربيع زائد سالب 1 ناقص 3 تربيع هيطلع 4 جذر 2 1. ثم هنجيب ا ج، هقول له ادي ا وادي ج، هقول له 0 ناقص 6 تربيع و5 زائد ناقص 3 تربيع اهي يا مستر هيطلع 2 جذر 10. في ضلعين طلعوا زي بعض يا مستر، يبقى المثلث ده متساوي لايه؟ الساقين. بما ان ا ب بيساوي ا ج اذا المثلث متساوي الساقين. طب عايزين نجيب مساحته، يبقى لازم نجيب الزاويه ا. نجيب اي زاويه، هو هنا طلب مني زاويه ا فهجيب له زاويه ا عشان اقول له نص حاصل ضرب الضلعين اللي هم ا ب ف ا ج في جهه الزاويه المحصوره اللي هي ا. يبقى عشان نجيب زاوية ألف هنجيب ميل ألف ب. هقول له فرق الصادات على فرق السينات سالب 1 ناقص 5 على 2 ناقص 6 هيبقى سالب 6 على 2 يدينا سالب 3. وهنجيب ميل ألف ج، هقول 3 ناقص 5 على 6 ناقص 6 سالب 2 على 6 يطلع سالب 3. ده انت ممكن ما تكملش، بص كده معايا اهو تاني. اه يا مستر انا جبت ميل ا ب طلع بسالب 3 وجبت ميل ا ج طلع بسالب 3. تمام، جبنا الميلين، احط بقى القانون بتاعي. اوعى تنسى اقول له ظا ه او ظا ا بقى، انا عندي درس اسمها ا. يبقى ظا ا ب تساوي ميل الاول ميل ا ب ناقص ميل ا ج يبقى سالب 3 يعني سالب 3، او ممكن نقول ميل ا ج ناقص ميل ا ب ما تفكرش معايا يبقى سالب 3 ناقص ناقص يبقى زائد 3 على 1 زائد ضربهم في بعض. قال لي سالب 3 في سالب 3 يدينا 1 يبقى 1 زائد 1 ده هيساوي 4 على 3. شيفت تان 4 على 3 يساوي كوما هيديني 53 درجة و8 دقايق. هقول له إذا يبقى مساحة المثلث نص حاصل ضرب الضلعين أ ب فأ ج في جهة زاوية أ.
يبقى نص في 2 جذر 10 في 2 جذر 10 يجي 53 درجة و8 دقايق، هيطلع بيساوي 16 طبعا وحدة مساحة أو وحدة مربعة. سؤال أخير مع بعض، ده آخر سؤال هقوله معاك، وعايزك بعد كده بقى تركز معايا في الأفكار اللي جاية مع بعض. أولا، إذا كانت الزاوية بين المستقيمين س ناقص 2 ص زائد 1 يساوي صفر، وس زائد ك ص زائد 2 يساوي صفر، يساوي 45 درجة، أوجد ك. ده هنا عكس، إداك الزاوية بس خد بالك معامل الصاد، وعايز يعرف معامل الصاد اللي هو كام ده بكام؟ أقول له حاضر، أنا هشتغل على القانون اللي هو إيه يا مستر؟ هقول أولاً أنا هجيب ميل الأول، سالب معامل س على معامل ص هيبقى سالب 1 على سالب 2 يساوي نص، أدي ميل الأول. وهجيب ميل الثاني سالب معامل س على معامل ص يبقى سالب 1 على الكاف، أدي الميل. ثم نحط القانون بتاعنا، هقول له ظ ه بتساوي ميل الأول ناقص ميل الثاني على 1 زائد ضرب الميلين في بعض. يعني تمام، ميل الاول بكام؟ هقول له نص ناقص ناقص واحد على الكاف يبقى زائد واحد على كاف على واحد زائد ضربهم في بعض، لما اضرب ده في ده هيديني سالب واحد على اتنين كاف. اه يا مستر، ده بيساوي مين؟ قال لي بيساوي ظا 45، ده مضايقاني وانا عارف ان ظا 45 بكام؟ واحد. يبقى القيمه المطلقه لده كله بيساوي واحد، قلنا اللي جوه القيمه المطلقه بتاخد مره موجب العدد واحد ومرة سالب العدد واحد، تمام؟ اه يا مستر، هقول له كده نقسم الصفحة نصين، مرة اللي جوه القيمة المطلقة اهو، مرة هيساوي واحد. طبعا ظبطت الدنيا اهو، قلت نص زائد واحد على كاف اهو تاني اهو، اهو يا سيدي معايا. نص طبعا سالب في سالب بموجب، يبقى زائد واحد على كاف على واحد، وهنا موجب في سالب بسالب واحد على اتنين كام؟ ده هيساوي واحد، هي مستر الواحد. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، او انت عارف الناتج بواحد معناها البسط يساوي المقام، بيساوي بعض. يبقى نص زائد واحد على كاف بتساوي واحد زائد سالب واحد على اتنين كاف. اضرب المعادله كلها طبعا، اخلص من المقام اللي هو اتنين كاف، لما اضرب في اتنين كاف هنا وهنا وهنا وهنا. واحد على الاتنين لما اضربها في اتنين كاف، الاتنين تطير فيتبقى كاف. يبقى هكتب كاف زائد واحد على كاف لما اضربها في اتنين كاف، الكاف هتطير فيتبقى اتنين، يساوي واحد في اتنين كاف باتنين كاف ناقص واحد على اتنين كاف لما اضرب في اتنين كاف هتطير يتبقى مين؟ واحد. هات الكاف مع الكاف بإشارة مخالفة يبقى اتنين كاف، يبقى هنا كاف ناقص اتنين كاف يبقى سالب واحد كاف، هتساوي سالب واحد ناقص اتنين بتساوي سالب تلاتة، السالب كاف بتساوي سالب تلاتة، شيل السالب مع السالب يبقى الكاف بتساوي تلاتة. ادي كده اول حاجه، ده اول قيمه للكاف. تاني حاجه هناخد نفس الكلام بس بسالب واحد، قلنا هنساوي الكسر ده برضو بسالب ايه؟ واحد. القيمه المطلقه اللي جوه القيمه المطلقه بياخد مره موجب واحد والمره التانيه سالب واحد. هنغير بس الاشاره، هيبقى نص زائد واحد على كاف بتساوي سالب واحد زائد واحد على اتنين كاف. هضرب المعادله كلها يا مستر في الاتنين كاف، تمام؟ قال لي تمام، اضرب المعادلة كلها عندك في 2 كاف عشان تخلص من المقام الموجود عندك، اخلص منه يلا وانت مجهز معايا، انا مستنيك تخلص انت الجزء ده بسرعة. يلا يا سيدي معايا، ادخل كده اضرب وقول لي هيطلع معاك ايه. قال لي يا مستر لما اضرب في 2 كاف الاتنين هتروح مع الاتنين يتبقى هنا كاف، لما اضرب في 2 كاف قال لي يا مستر الكاف هتروح مع الكاف يتبقى 2، تمام؟ لما اضرب هنا في 2 كاف هيبقى سالب 2 كاف، وهنا يبقى كام؟ الواحد. اهو يا مستر أصبح عندي كاف زائد 2 بتساوي سالب 2 كاف زائد 1، تمام؟ قال لي يا مستر هنجيب الكاف مع الكاف بمعكوسها الجمعي أو بإشارة مخالفة، أصبح عندي كاف زائد 2 كاف بيساوي 1 ناقص 2، يبقى أصبح 3 كاف هتساوي سالب 1. لما 3 كاف تساوي سالب 1 هنقسم على 3 تطلع الكاف بسالب تلت يا مستر، يبقى جبنا الكاف مرة بثلاثة ومرة بسالب تلت، هيديني اختيارات هختار الثلاثة وسالب تلت وخلصت، ومثال سهل ومثال بسيط.
لما يقول لي هات الزاويه المنفرجه هنا، اكتب الحته دي بسرعه كده، ركز بس معايا. قياس الزاويه المنفرجه بين الخطين المستقيمين دول، انت عايز زاويه منفرجه، يبقى انا هجيب الزاويه واطرح من 180. انا هنا بديك ص بتساوي 2 ناقص جذر 3 في س زائد 5، وص بتساوي 2 زائد جذر 3 في س ناقص ايه؟ ناقص 7. كام الزاويه اللي عندك؟ هقول له كالاتي: من الاول يا مستر هيساوي اهو معامل السين هيبقى 2 ناقص جذر 3، من التاني معامل السين هيبقى 2 زائد جذر 3. فلما افك الاقواس هيبقى معامل السين ده، ده معامل السين، ده معامل السين اهو، لما اضرب مره هنا ومره هنا هيطلع معامل السين. ادي الميري، هقول له يبقى ظاهر بتساوي قيمه مطلقه الميل الاول ناقص ميل التاني على 1 زائد ضرب الميلين في بعض. يلا معايا هطرح دول من بعض، الاثنين تروح هيدينا سالب 2 جذر 3، وتحت 1 زائد لما اضرب دول في بعض هيبقى 4 ناقص 3 يدينا 1. جمع يدينا جذر 3، شيفت تاني الجذر 3 يبقى 60. لما تكون هي ب 60 دي زاويه الحد، انا عايز بقى المنفرجه، يبقى هطرح من 180، هقول 180 ناقص 60 هيديني 120 درجه، اختار ال 120 درجه. مع بعض مثال تاني اهو، اوجد قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين. قلناه ونأكد تاني على المعلومة اهو، قلنا اول خطوة هنجيب ميل المستقيم الاول. المستقيم الاول ده بصورة كارتيزية، قلنا لما يكون عندي المستقيم بالصورة احداثية بنقول سالب معامل س على معامل ص، يعني يديني 3 على 4. ونجيب ميل التاني سالب معامل س على معامل ص. قلنا قانون أهم حاجة، يبقى هقول ظا ه بتساوي القيمة المطلقة لميل الأول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الأول في ميل التاني. طبعا أنت عارف إن السالب سالب تتحول لإيه؟ لموجب. يلا بقى طلع آلتك الحاسبة واشتغل معايا وقول 3 على 4 زائد 1 على 7، وفي المقام اكتب 1 زائد 3 على 4 في سالب 1 على 7، وشوف إجابتك تطلع كام. تطلع 1، والقيمة المطلقة الواحد يديني 1. عايز أجيب الزاوية هنقول شيفت تان 1، تطلع 45 درجة. يبقى أهم حاجة القانون. تعال نشوف سؤال تاني نفس الكلام ونفس الاسلوب، بس المره دي جايب لك الصورتين صوره متجهه، يعني الفكره كلها انك تعرف تجيب الميل. وقلنا قبل كده ومنأكد تاني، لما يكون صوره احداثيه زي اللي كانت في المساله اللي فاتت سالب معامل س على معامل ص. طب لما يكون عندي صوره موجهه تبقى نجيب اليه يا مستر، نقول ب على الف. وخدنا مساله من شويه برضو لو صوره باراميتريه، قلنا يبقى معامل كاف في الصاد على معامل كاف في السي. هنا دي صورة متجهة، يبقى هقول الميل الأول هتساوي 3 على 4، وهنجيب ميل التاني سالب 1 على 7. أشكرك اللي خدت بالك إن يا مستر أنت حضرتك جايب الميلين زي بعض علشان خاطر السؤال يبقى سهل. أيوه مظبوط، أهم حاجة عندي القانون. ظاهر القيمة المطلقة لأن هو عايز الزاوية الحادة، ميل الأول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الأول في ميل التاني. لو أنت متابعنا بإذن الله، إن شاء الله لو أنت بتقول ورايا كده هتلاقي نفسك خرجت من الحصة النهاردة حافظ القانون وعارفه وخلاص، مش محتاج حتى حد يقوله لك. هتعمل ده بآلتك الحاسبة، طلع 1، هنقول شيفت تان، تطلع الزاوية ب 45 درجة. طبعا عارف الطلبة ولادي بيقولوا لي الدرس ده يا مستر بيجي في الامتحان اختيارات، لأن السؤال المقالي على الوحدة الأولى. أقول له مظبوط، يعني غالبا السؤال ده هتحل بقى اختيارات أكتر حاجة. تعال نشوف السؤال الاختيار بيجي إزاي عندي، وعايزك تركز معايا بقى. قياس الزاوية الحادة بين المستقيم ده، طب ما ده عادي يا مستر أجيب ميله. أشكرك مع إنك مستعجل بس أنا موافق. ميله بيساوي سالب معامل س على معامل ص جذر 3، وأجيب ميل التاني. آه التاني ده بقى ده خدنا حالة خاصة، ده صورة كارتيزية وفيها ص بس. قلنا المستقيم ده مستقيم يوازي محور السينات، يعني معنى الكلام ده
لو انت شاطر وفاهم، يبقى الزاويه اللي بيصنعها المستقيم اللي انا جبت دي اسمها الزاويه التي، ده كده الميل المستقيم، يعني ممكن جبته منين؟ من الزاويه التي يصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. طب ما هو المستقيم ده بيوازي محور السينات، يبقى الزاويه اللي بيعملها مع محور السينات المستقيم ده هي نفسها الزاويه اللي بيعملها مع المستقيم ده. ما فهمتش يا مستر؟ تعال افهمك. لو ليكن، انا بقول لو ليكن يعني رسمت المستقيم الاول كده، برسم اي حاجه بفشر معاك اهو، رسمته كده. المستقيم الثاني صاب بتساوي 2، يعني هتيجي عند صاب بتساوي 2 وترسم خط مستقيم يوازي محور السينات. احنا عايزين الزاويه الحاده اللي بينهم، مش الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر، لان المستقيم صاب بتساوي 2 ده بيوازي محور السينات. طب والزاويه دي ايه هي؟ دي الزاويه اللي بيصنعها المستقيم الاول مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. معنى الكلام ده انك لو انت عندك ميل المستقيم الاول ده بس تقدر تجيب الزاويه دي. ازاي؟ هقول يا مستر ان الميل بيساوي ظاه اللي هو جذر 3، فهقول شيفت تان ه تطلع الزاويه ب 60، وادام الزاويه دي 60 تبقى دي برضو 60 بالايه؟ بالتناظر. يبقى لما يكون عايز زاويه بين مستقيم ومستقيم تاني يوازي محور السينات، يبقى كانه بيقول لك اوجد الزاويه التي يصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يبقى هقول اجيب الميل واقول شيفت. طب يا مستر هو ما ينفعش استخدم القوانين اللي احنا خدناها؟ انا قلت كده، بس المستقيم صاب بتساوي 2 ده بيوازي محور السينات ميله صفر، ممكن تجيبها براحتك. ادي ظاهر القيمه المطلقه ميل الاول جذر 3 ناقص صفر على 1 زائد ميل الاول في ميل الثاني صفر، يعني ظاهر طلعت في الاخر جذر 3 برضه. طب ما انا فاهمها لك. يبقى بدل ما تتعب نفسك لو انت فاهم يعني ايه كلمه مستقيم يوازي محور السينات مش هتتعب. تقولها تاني بقى بالطالب اللي فاهم بقى. الاول ده جبت ميله طلع جذر 3، المستقيم ده مستقيم يوازي محور السينات، وانا عايز الزاويه بين ده وبين بين المستقيم ده. طب ما هي الزاويه المستقيم ده بيوازي السينات. معنى الكلام ده ان الزاويه بين المستقيمين دول هي نفسها الزاويه التي يصنعها المستقيم ده مع محور السينات الموجب. فبالتالي هقول شيفت تاني، عرفت ان ظاهر لما احسبها تطلع هي جذر 3. فلو عايز الايه هقول شيفت تان جذر 3 تطلع الزاويه 60. سؤال مهم جدا، سؤال تاني حلو وجميل. تعالى بقى نشوف السؤال الجميل ده بقى، الناس اللي بتحفظ هتغلط فيه. ما هو طبعا ادام الامتحان جاي اختيارات لازم بيخاطب الطالب اللي بيفهم، مش عايز انا اكون حافظ القانون وبس، عايزك تكون فاهم. قياس الزاويه الحاده بين المستقيم ده، مستر ده صوره بارامتريه، ممكن حضرتك اجيب لك ميله شكرا جدع، اقول ب على ألف طلعت 1، والمستقيم س بتساوي صفر. اوبا، مين فاكر بقى المستقيم س بتساوي صفر ده معادله ايه؟ خدناها احنا في درس معادله الخط المستقيم. س بتساوي صفر ده معادله محور الصادات لاي نقطه على محور الصادات الس بصفر. ايه ده؟ يعني انت عايز الزاويه الحاده بين المستقيم ده اللي ميله 1 ومحور الصادات؟ ايوه. ما تيجي نرسم المستقيم ده بيعدي بنقطه 2 و2 اهو، المستقيم ده يبقى شكله عامل كده. المستقيم ده عمل مع محور السينات زاويه 45. انت حضرتك عرفت منين؟ ما هو ميله 1، فلو قلت ظاهر بتساوي 1 تطلع الزاويه بتاعتي 45. انا عايز الزاويه اللي بيعملها مع الصادات، عايز الزاويه الحاده اللي بيعملها مع الصادات تبقى برضو كام؟ 45. مستر حضرتك عرفت ازاي ان هو بيمر بنقطه الاصل؟ ما هو المستقيم بيمر بنقطه 2 و2، ولو عوضت مكان الكاف 1 هيطلع 3 و3، ولو عوضت بكاف 4 يطلع 5 و5، ولو عوضت الكاف بسالب 1 ولا بسالب 2 هيطلع 0 و0. يعني المستقيم اهو بيصنع زاويه 45. طبعا لازم اكون فاهم الدروس اللي فاتت. وادام بيصنع مع محور السينات 45 يبقى هيصنع الصادات كام؟ هو عايز مع الصادات 45. طب لو هو دايما الاثنين قد بعض؟ طبعا لا، لان الزاويه هنا مع بعض 90 درجه. لما جبت الزاويه مع السينات وعايز الصادات تطرح من 90، يعني لو هو كان مديك الزاويه دي جبتها طلعت 30 تبقى اكيد الثانيه 60. لكن حظي حلو هنا، ادام الزاويه 45 تبقى الثانيه برضو كام؟ 45، لان س بتساوي صفر يا اولاد هو المحور الصادات. ناخد سؤال تاني جميل برضو. قياس الزاوية بين المستقيم س بتساوي 7 وص بتساوي ألف س زائد 2 يساوي 90. لو أنت فاهم وعارف يعني إيه كل س بتساوي 7 وسمعتني دلوقتي هتجاوب طبعا بسهولة.
مين بقى فاكر س بتساوي 7 دقائق؟ شكرا. ده بيوازي محور الصادات وبيقطع الس في 7. انا هرسم كده عشان افهمك، وان المفروض ما ارسمش، بس انا قلت ارسم لك كده. 1 2 3 4 5 6 7، ادي المستقيم اللي بنتكلم عليه، س بتساوي 7. المستقيم ده بيصنع زاوية مع مستقيم تاني قياسها 90. المستقيم الرأس ده ما بيعملش زاوية 90 إلا مع مستقيم لازم يكون بيوازي محور السينات، يعني تبقى فيه سين بس، تبقى فيه سين بس عشان تبقى الزاوية 90. يبقى المستقيم ده لازم يكون فيه صاد بس، لأن أدام يوازي محور السينات يبقى المعادلة صاد بس، ما ينفعش يكون فيها سين. طب عشان دي تمشي يبقى لازم الألف بكام؟ بصفر. يبقى ادام س بتساوي 7 وعمل مع مستقيم تاني زاويه 90، يبقى ص بتساوي، يعني يبقى ص وفيها رقم بس ما يبقاش فيها س اصلا، عشان كده الالف بصفر، لان انا عارف ان ص بتساوي 2 خط مستقيم يوازي محور السينات، وس بتساوي 7 خط مستقيم يوازي محور الصادات، والاثنين مع بعض يعملوا زاويه كام؟ 90. مش بقول لك هيجي لك اختيارات بس، هيجي لك اسئله فهم، فلازم تكون فاهم السؤال ده، جميل جدا ومهم جدا. ناخد سؤال تاني. السؤال ده اشكرك اللي بتقول لي حليناه، هقول بدايته كده، حليناه دلوقتي من شويه. طب انا مش هحله، حليناه وكانت الاجابه تلت وسالب تلت. لو احنا اتفقنا الاجابه هنا او سيان كان، هيجي لك اختيارات، اعمل ايه عشان ابقى طالب عفريت كده وجدع؟ ولو لقيت الحل الاولاني اللي احنا حليناه النهارده في الحصه كان طويل، اول حل كان تلت سالب تلت وتلاته، عايز اتاكد الحل ده صح ولا غلط. طيب ما تعوض مكان الكاف ب3 وتجيب ميل ده وتجيب ميل ده وتجيب الزاويه بالمستقيمين بالقانون اللي خدناه، طلعت معاك الزاويه 45. ما هي ده تكون 45 لما تجيب الظاهر تطلع 1. طيب طلع معاك صح، جرب سالب تلت بالمره، شيل الكاف وحط سالب تلت وهات الميل وهات الزاويه بين المستقيمين، طلعت 1، يعني طلعت الزاويه 45، يبقى الاجابه دي صح. طب لو طلعت دي غلط جرب اللي بعده، جرب اللي بعده ده. لكن طبعا احنا شرحنا لك النهارده الطريقه اللي يجيب بيها كاف بالتفصيل، لما قلنا قيمه مطلقه وقلنا مره موجب ومره سالب. اوجد زوايا المثلث، اوجد قياسات زوايا المثلث، خدناه بس كان مختلف، كنت طالب منك اوجد زاويه الف بس، اما المره دي عايز زوايا المثلث كلها. هقول لك فكره جميله قوي في السؤال ده، لما يطلب منك زوايا المثلث نصيحه مني ليك، تعرف الاول نوع المثلث. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان احنا النهارده القانون بتاعنا بيجيب الزاويه الحاده، فلما انا اعرف نوع المثلث لو طلع منفرج الزاويه في الف فما اجيبش الف، اجيب ب واجيب ج وبعد كده ابقى اجيب الف. طب لو طلع قائم الزاويه ب يبقى ما اجيبش ب، اجيب الف واجيب ج. طب لو طلع حد الزوايا يبقى مش فارقه معايا. يعني يا مستر انت عايز نعرف نوع المثلث عشان ابدا منين؟ طبعا طبعا، عشان ما يطلعلكش الاجابه وحشه كده وتطلع الاجابه معاك غلط. يعني تيجي تجيب زاويه تكون هي منفرجه وهيبقى الميل سالب وانت تخليه موجب، وانت انت جايب قيمه مطلقه، فمش هتعرف الزاويه دي حاده ولا منفرجه، لان القانون بتاعنا بيجيب الزاويه الايه؟ الحاده. فاول خطوه بجيب التعرف على نوع المثلث. كنا بنتعرف على نوع المثلث ازاي؟ هجيب الف ب واجيب ب ج واجيب الف ج. وقلناها برضو لما طلبنا منكم في سؤال اوجد المساحه، هنقول جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. واحد يقول لي يا مستر طب ما انا ممكن اجيب لك بالمتجهات، اجيب المتجه ا ب اللي هي ب ناقص ا، ما هو ده يا ابني اللي بنعمله، براحتك. وبعدين اجيب المعيار، يلا بقى مين يطرح فرق السينات تربيع تبقى صفر تربيع، فرق الصادات تربيع 4 تربيع، طلع ا ب ب4، تعال نجيب ب ج، هقول 6 ناقص 3 3 تربيع، 1 ناقص 1 صفر طلع 3، هات ا ج 6 ناقص 3 3 تربيع زائد 5 ناقص 1 4 تربيع طلع 5. جبت اطوال اضلاع المثلث، تعال نتعرف على نوع المثلث. هجيب اكبر ضلع واربعه، اكبر ضلع واربعه تبقى 25، امسك الاثنين دول ربعهم واجمعهم هيطلع 25. فلقينا ان ا ج تربيع بتساوي ا ب تربيع زائد ب ج تربيع، يبقى المثلث ده قائم في ب، يعني انا جبت زاويه ب الحمد لله 90 درجه. فاضل تجيب زاويه واحده بس بقى، الف ج، ما هو الاثنين زوايا حاده فاقدر اجيبهم بالدرس النهارده. تعال نجيب بقى زاويه الف،
يبقى هنجيب ميل ألف ب ونجيب ميل ألف جيم عشان نستخدم قانون النهاردة. مين يقول لي ميل ألف ب بتساوي إيه؟ فرق الصادات على فرق السينات. يا مستر أنت هتجيب ميل ألف ب وميل ألف جيم. أيوه، إيه المشكلة؟ لما أجيب ألف ميل ألف ب فرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات تبقى 4، فرق السينات يطلع صفر. إيه ده؟ ده طلع 4 على صفر، وإيه المشكلة؟ 4 على صفر ده يا مستر يعني إيه؟ يوازي محور الصادات. يعني ده غير معرف. يعني ألف ب يعني المستقيم بتاعك، المثلث بتاعك لو رسمناه هتلاقيه تقريبا عامل كده. ما احنا قلنا ألف ب بيوازي محور الصادات، وأدام هو قائم في ب يبقى ب ج ده يوازي محور السينات. يبقى المستقيم الثالث أهو. طب ما حلو، إيه المشكلة يا مستر اللي مزعلك؟ ما فيش حاجة مزعلاني، بس لما أجيب ميل ده بقى اللي هو بيوازي محور الصادات، يبقى كأني بجيب الزاوية مع محور الصادات. يعني انا بجيب الزاويه الحاده مع محور الصادات. مين يقول لي بقى لما يكون عندي زاويه مع الصادات وعايز اجيب الزاويه مع السينات؟ اطرح من 90 زي ما قلنا. يعني الطالب الجميل اول ما طلع له دي غير معرف على طول هيقول لي يا مستر السؤال سهل جدا، احنا نجيب ميل الف جيم بس. تعال بقى نجيب ميل الف جيم مع بعض كده. ميل الف جيم بتاعنا هيبقى فرق الصادات على فرق السينات. يلا معايا، 5 ناقص 1 4 و6 ناقص 3 3. جبت ميل ألف جيم، أعمل إيه؟ أقول ظا ه وأقول بتساوي 4 3، وأجيب شيفت تان، شيفت تان 4 3. خلي بالك الزاوية اللي بجيبها دي مع محور الصادات طلعت 53 درجة وكسور. أنا عايز زاوية ألف أعمل إيه؟ هطرح من 90، فهقول الإجابة ناقص 90 يبقى أنا جبت زاوية ألف، طلعت معايا 36 درجة و52 دقيقة و12 ثانية. عندي زاوية ب وعندي زاوية ألف، ما تعرفش تجيب زاوية ج؟ هنجمع ونطرح من 180. حبيت بس أقول لك إنك لو تعرفت على نوع زوايا المثلث أو تعرفت على نوع المثلث هتلاقي السؤال أسهل بكتير. تعال نشوف السؤال الجميل ده اللي كنا قلناه من شوية. قياس الزاوية الحادة بين المستقيم ده والمستقيم ده تقريبا بتساوي كام؟ ايه تقريبا دي؟ هنشوف ونفهم مع بعض. تعال نشوف السؤال ده، نجيب ميل الأول يا مستر. مين يقول الميل هتساوي ايه؟ ما هيبقى في تقريب. الميل بتساوي سالب معامل س على معامل ص، يبقى سالب 2 على سالب 1 يعني 2. نجيب ميل التاني. يا مستر الصورة دي صورة بارامترية لسه كنت بكلمك عليها من شوية. يبقى معامل كاف في الصاد على معامل كاف في السين يعني الميل واحد. أعمل إيه؟ يلا بقى نجيب ظاهي القيمة المطلقة. ميل الأول باتنين ناقص ميل التاني على واحد زائد ميل الأول في ميل التاني هيطلع معايا تلت. هقول شيفت تان تلت. طلعت الزاوية بتاعتي 18، طلعت كده بالظبط 18 درجة و26 دقيقة و6 ثواني. هو بيقول لك تقريبا كم درجة؟ طبعا 18، لأن دي الدقايق فيها 60، الدرجة الواحدة فيها 60 دقيقة. الرقم ده أقل من نص الـ60، أقل من الـ30، فما يديش، تبقى الإجابة 18 درجة. طب لو اخترت 19 إجابة غلط طبعا، لان تقريبا ال 26 انت كانت تبقى دي 19. لو كان ال 26 دي اكبر من النص، حته حلوه قوي من ابتدائي. لو كانت 30 32 33 تبقى 18 تبقى 19، لكن طول ما هي اقل من 30 يبقى 18 تقريبا. ناخد السؤال اللي بعده. بيقول لك يبين الشكل المقابل قطعه ارض مثلثه ومديك الشكل او ألف ب ج. عايز قياس الزاوية الحادة بين ألف ج ومحور السينات. ألف ج ومحور السينات، الزاوية الحادة الزاوية دي يعني. طب أجيبها إزاي دي؟ عادي يا مستر، ما أنا ممكن أجيب الزاوية اللي بيصنعها مع الاتجاه الموجب وأطرحها من 180. طب أنا أجيبها إزاي؟ من الميل. إيه رأيك الألف ج ده مش خط مستقيم ممكن أجيب ميله؟ ممكن أجيب ميله. مين فاكر ميلو بجيبه ازاي؟ فرق الصادات على فرق السينات. النقطة دي 6 و0 والنقطة دي 0 و6. لما أقول فرق الصادات 6 ناقص 0 6 على سالب 6 سالب 1،
هتبقى الزاوية دي 135، تبقى الحد كام؟ 45 درجة جبتها. طب دي 45 تبقى دي كام؟ 45. عرفت منين؟ ما هو ده مثلث متساوي الساقين، ده محور تماسك، لأن ده 6 وده 6 وده عمودي، أدام عمودي وبينصف يبقى محور تماسك. يبقى السؤال جميل جدا، وتبقى الزاوية دي 45 ودي 45، عشان لو طلب مني حاجة تانية أقدر أحلها. فعلا طلب مني قياس الزاوية بين المستقيمين ألف جيم وبه جيم، ألف جيم وبه جيم، ما جبناها. 45 و45 كام؟ 90. لما حليت السؤال قدرت أجاوب على كل الأسئلة. تعال نشوف السؤال الجميل ده بيقول إيه؟ بيقول لك المعادلة اللي بنختم بيه النهاردة، المعادلة المتجهة للمستقيم ألف جيم هي مين؟ اللي السؤال نفس السؤال هو هو، عايز المعادلة بتاعت ألف جيم، الصورة المتجهة. يا مستر ما أنا محتاج ميل ومحتاج متجه اتجاه ونقطة. طب ما أنت عندك كل حاجة بيمر بنقطة 6 و0 ويمر بنقطة 0 و6، والميل بتاعه سالب 1، يبقى عندك كل حاجة أهو. يبقى لو عندك الميل بتاعي بتساوي سالب 1، يعني متجه الاتجاه بتاعي ممكن أقول عليه ب على أ، يعني 1 وسالب 1. يبقى مستر لازم اقول واحد وسالب واحد، ما ينفعش اقول سالب واحد واحد. ينفع اهو، سالب واحد وواحد الاثنين صح. طيب بيمر بنقطة كام وكام؟ بيمر بنقطة 6 و0، فتبقى ر بتساوي النقطة اللي بيمر بيها زائد كاف في متجه الاتجاه. ولو خدت بالك المتجه الاتجاه ده غلط وده غلط وده غلط، متجه الاتجاه الوحيد الصح اهو. يبقى طلع المعادلة المتجهة، يعني خدنا الميل وخدنا كمان فكرتك بمعادلة الخط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.